أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، حصة القراءة. إذن الأسبوع الثالث، الوحدة الأولى، مجال الأسرة. إذن لدينا حرف الميم. إذن بعدما تعرفنا على حرف الدال كيف ينطق وكيف يكتب، الآن ننتقل إلى حرف الميم. إذن هذا هو حرف الميم، احسنتم. قبل ما نبداو الحصه ديالنا، ما تنساوش اشتركوا عندي، وكذلك ايضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. اذا على بركه الله غادي نبداو. اكتشف واتعرف حرف الميم. السؤال الاول، ارفع يدي اذا سمعت الصوت ميم. ارفع يدي إذا سمعت الصوت ميم. إذا سمعتم الصوت ميم ماذا ستفعلون؟ أجل، سوف ترفعون أيديكم، أحسنتم. إذا ما هذا؟ هذه ماعزة. إذا اكتبوها، ماعزة، ماعزة، جيدة. إذا هل سمعتم الصوت ميم أم لا؟ أجل، ما، ماعزة، ما. إذا سوف أرفع يدي لأنني سمعت الصوت ميم، جيد. ما هذا؟ هذا حمار. هذا حمار. إذا نكتبوها حي، انتم ما تكتبوش هادو، ما تكتبوش الاسماء ديالهم تحت الصور، لا. اذا انا كنكتبها لكم فقط باش تكون لكم الميم واضحه. حمار بهذا الشكل، حمار. اذا هل سمعتم الصوت ميم ام لا؟ اجل، حمار، احسنتم. اذا ما هذا؟ هذا مهر. هذا مهر، هو صغير الحصان. إذا نكتبها مهر، مهر. هذا مهر. إذا هل سمعتم الصوت ميم أم لا؟ مهر، مهر، مهر. أجل، لقد سمعنا الصوت ميم، أحسنتم. إذا نعيد هذا. إذا ما هذه؟ هذه ماعزة. إذا سوف أرفع يدي لأنني سمعت الصوت ميم. وما هذا؟ هذا حمار. كذلك أيضا سوف أرفع يدي لأنني سمعت الصوت ميم، أحسنتم. وما هذا؟ هذا مهر. كذلك سوف أرفع يدي لأنني سمعت الصوت ميم، مهر، مهر، جيد. إذا الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، السؤال الثاني. يقول أضع علامة في تحت الصورة إذا سمعت الصوت ميم في وسط الكلمة. إذا هنا عندنا صور وعندنا الأسماء ديالها، اللي مطلوب منا هو أن نضع علامة في تحت الصورة، يعني تحت الصورة، إذا سمعت الصوت ميم في وسط الكلمة، ليس في آخر الكلمة وليس في أول الكلمة. المطلوب منا هو أن نضع هذه العلامة إذا سمعنا الصوت ميم وسط الكلمة فقط. جيد. مريمون، مريمون، مريم. إذا مريم، هل سمعنا الصوت ميم وسط الكلمة؟ مريم، لا، بل سمعناها في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. ما في أول الكلمة، ريم في آخر الكلمة، مو في آخر الكلمة. إذا لا نضع علامة في تحت الصورة. جيد. لدينا دميتون، 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 دميتون. هل سمعتم الصوت ميم في وسط الكلمة؟ أجل، دم، دميتون. إذا سنضع علامة في
تحت الصورة أو تحت صورة الدمية. جيد، لدينا هنا ممدد، ممدد، سمعتم مزيان؟ ممدد، ممدد. إذن هل سمعتم الصوت ميم وسط الكلمة؟ أجل، سمعناها في أول كلمة كاينة، وكذلك كاينة في وسط الكلمة، مو في أول كلمة ثم ما في أول في وسط الكلمة دادون. جيد، إذن نعم سمعنا الصوت ميم في وسط الكلمة. جيد، نام، نام. هل سمعنا الصوت ميم في وسط الكلمة؟ نام، نام، لا، بس سمعناها فقط في آخر الكلمة. إذا لن نضع علامة في تحت الصورة. جيد، إذا الآن ننتقل إلى السؤال المالي. أقرأ وأتعرف أشكال حرف الميم. لدينا هنا الحرف في أول كلمة، إذا كيف يكتب الحرف في أول كلمة، ثم كيف يكتب حرف الميم وسط الكلمة، ثم كيف يكتب حرف الميم في آخر الكلمة. إذا نبدأ بالحرف في أول الكلمة، مداد، مداد. إذا يكتب بهذا الشكل، مداد، نكتبه بهذا الشكل. كلمة أخرى، ممدد، يعني جالس في هذه الوضعية، هذه ممدد، ممدد. إذا لاحظوا معي، فحرف الميم يكتب بنفس الطريقة في أول الكلمة، يكتب بطريقة واحدة اللي هي هذه في أول الكلمة. إذا الآن ننتقل إلى وسط الكلمة، حمام، حمام، عفوا، حمام، حمام. إذا يكتب بهذا الشكل، لاحظوا معي الشكل ديالو مختلف على الأول. ثم دمية، دمية، لاحظوا معي نفس الشكل ديال الأول. إذا الحرف، حرف الميم في وسط الكلمة يكتب بهذا الشكل أو هذا الشكل. حرف الميم وسط الكلمة يكتب بهذا الشكل أو هذا الشكل. جيد، الآن ننتقل إلى حرف الميم في آخر الكلمة، نام، نام. لاحظوا معي الشكل ديال حرف الميم مختلف في وسط الكلمة، ومختلف كذلك عن طريقة كتابته في أول الكلمة، نام. لاحظوا معي الشكل، نام. جيد، إذا مريم، مريم. إذا كذلك هذا مختلف في، يعني حرف الميم كيف يكتب في آخر الكلمة، فهنالك شكلين، هذا الشكل وهذا الشكل. إذا أحسنتم أحبائي الصغار، إذا بهكذا نكونوا سالين الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية، ما تنساوش اشتركوا عندي، وكذلك أيضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، حتى الحصة الماجية إن شاء الله.